تعليق على ما ورد في جريدة الانتباه في لقاء صحفي مع مدير أمن مدير شرطة أمن المجتمع هو العقيد محمد مين نسيت الباقي. المهم فذكر الشيخ نورين قبل شوية محمد نورين عايف أنا أقدر أعلق على الموضوع ده إضافة على كلام الشيخ محمد نورين حفظه الله. أول حاجة يا جماعة الدجل والشعوذة باختصار هو تعليق التمائم والحجبات، الحجبات اللي بيلبسوها دي هي الدجل والشعوذة والذهاب إلى الفكية اللي هم شيوخ الطرق عباد القبور اللي بيزعم إنهم أولياء وإنهم صالحين وإنهم أشراف وكطابين كلهم ده هو الدجل والشعوذة. وتمشي لزول برضو فكي يفتح لك الكتاب تلقى شيخ طريقة كبير يقول لك أنا بفتح الكتاب وبجيب الرائحة وبعلم الغيب. أول حاجة ما في زول يعلم الغيب أبدا أبدا ولا في ملك من الملائكة الكرام بيعلم الغيب، ملائكة في السماء ما في واحد فيهم يعلم الغيب، والإنس والجن في الأرض ما في واحد فيهم يعلم الغيب، صالح ولا طالح ولا غيره كلهم ما بدول يعلم الغيب. دي عقيدة تعتقدها في قلبك لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أما الذهاب إلى اللي بيفتحوا الكتاب والفكية وشيوخ الطرق وهؤلاء المجرمين المنحرفين الضالين وتصديق ما يقولونه من هذه الأنباء ولك بجيب الرائحة وبسوي وكذاب المشي لهم وتصديقهم كفر بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالدار يبعد من الدجل والشعوذة يبعد من هذه الأشياء. وأما الحجبات وتسمى في الشريعة الإسلامية بالتمائم دي شرك بالله عديل كفر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من علق يعني اللي بيلبس له تميمة يعني حجاب فقد أشرك. الموضوع ده واضح واللي بيكتبوا الحجبات وبيفتحوا الكتاب يهم شيوخ الطرق ديل ما في غيره وهم اللي بيجيبوا الدجل والشعوذة. عشان كده قبل أيام طلعوا مظاهرات الصوفية قالوا نطالب حكومة السودان بإلغاء المادة رقم كم من القانون 22 ولا كم قالوا لأن المادة دي لمحاربة الدجل والشعوذة. والمثل بيقول شنو في قلبه حرقص شنو براو برقص. ليه الصوفية شيوخ الطرق الصوفية قالوا ما دارين المادة في القانون اللي بتحارب الدجل والشعوذة. سؤال يجيب عليه أي عاقل طفل ولا زول كبير. فده الناس دجالين وناس محتالين وناس مجرمين وناس مشعوذين أبعدوا منهم بغشوك باسم الصلاح. أنا زور صالح تعال بوس لي كراعي. أنا زور صالح تعال بوس لي يدي. يغش المرأة يقول لها أنا زور صالح عندك 10 سنة ما ولدت تعال بولدك. أنت شغال في مستشفى الدايات يا بليد يا صوفي يا مجرم. فده كله شغل باطل. والجنع ربنا ما عند الشيخ. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الموضوع ده واضح ودين الإسلام واضح لا طريقة لا تجانية ولا سمانية ولا قادرية ولا منظمة كذا ولا جمعية كذا ولا جماعة كذا. كن مع القرآن ومع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة ومن سار على درب من السلف الصالح بتخش الجنة. فاركت الدرب ده والدرب واحد الدرب اللي بوديك الجنة واحد فاركته بتمشي جهنم. جزاكم الله خير بارك الله.